أمريكا بفعل ما بأفعال يستفاد منها السياسي العراقي ثم يستنكرها بالتلفزيون. هذا الزمان انتهى. ترامب كان واضح مع السيد مصطفى الكاظمي، قال له إذا كنت تريد نساعدك في الوقوف ضد الميليشيات فأسأل ونحن نساعدك. أما أن تتصور بما معناه إذا أن تتصور أن نقوم بضربهم وأنت تذهب إلى التلفزيون أو غيرك أو وزير الدفاع أو رئيس الجمهورية ويقول نحن ضد أمريكا وأمريكا تضرب الميليشيات وأنت مستفيد، هذا لن يحصل. هذا لن يحصل، يعني دبل ستاندرد، الوجهات المتضادة اللي كانت تستخدم في زمن بوش انتهى هذا الزمان. السيد ترامب تعامله جدا واضح في هذه المسألة. أنا أعتقد السيد مصطفى الكاظمي أضاع فرصة بعدم طلب أمريكي صريح أمام الميكروفون لمساعدة الحكومة العراقية في الوقوف ضد الميليشيات.